الجميلات. عاش الجميلات. أحط لكم يمكن أحط رابط قناة لاتين ولدن بالوصف. أحط لكم إياه تحت بالوصف. هذول العيال يلعبون. احنا تعرفون قناة كروم؟ احنا الحين بنفس المكان اللي صور نفس المكان صور كروم. شوفوا نفسه بالضبط. يوم يجي هنا يجي هنا يمسك هذه ويطيح بعدين. بس في اشواك والله تصور. تعالي لدن. هذوليك الأولاد يلعبون. شوف هذا المقطع. شفته؟ إذا شفتوه قناة لاتين اكتبوا لي تحت. وهذا اللي قولوا لي بالتعليقات. هذا سدن وهذه أنا وهذه كم؟ 50 5 جنيه. والله حلوة. هناك كي العيال تفس. هذي لدن. شو نصور لدن؟ سوالف. نصور الحديقة كده. رسمي. لازم تلحين. شوفوا والله حلو. أسفين عشان خربنا. بس أخشي طلع. شو اسمه؟ حذفنا بعدين حطينا ثاني. بعدين طلع وجهي أنا ولدن. الحين لسنا عندكم رسم معكم دقيقتين يمكن ما قطع يمكن نجلس 10 دقائق أو 10 دقائق. كيف التصوير ما عرفت اليوتيوب كيف تصورين؟ هنا اليوتيوب كيف ما أدري كيف بس إذا شفتيها بحط غنية. تبي تسوي فيديو ولا سوري ولا زي كذا حق التيك توك؟ زي حق التيك توك. زي حق التيك توك. هذا ما أبغى أحط صورة. كيف؟ الحين أنا أبغى أحط أغنية. سوالف سوالف. كيف الحين الحين عندنا كيف أحط الأغاني؟ كيف؟ وش أغاني؟ أغاني؟ أورثك لا تخيل أنكم على التراب. شوفوا هنا تقرين اسمك. تخيل اليوم آخر يوم لي. تخيلوا شكله. عشان احنا الحين قصر قصر عشان احنا الحين ببيت جدتي. مو جدتك إلا جدتي. يمه إيه يوم جدتي عادي. إيه ببيت جدتي يعني بالإجازة نتجمع كلنا ببيت جدتي. وش اسمه؟ يعني فاليوم آخر يوم لي عشان أمي تعبانة وأنا تعبانة وأبوي الحين جاي بالطريق. هاي قاعدة وش اسمه؟ فاضية. شوفوا فاضية. دور غني. دور غني عشان نسوي فيديو. بس بلاقي 8 دقائق عندكم معكم بعدين نطفي المقطع. حس الطفش. كل شيء يصور لكم. كل شيء يصور لكم العيال. بس هم سيهم صح؟ شو ودي اجمع ورود. شوفوا هذه الوردة. شوفوا هذه الوردة. شوفوا هذه الوردة. حتى وايد حلوة. مرة حلوة قصتي. ما ادري ايش اقول وايد. يلا صغير يلا صغير. شوفوا تبي تصور فاضية. الموقف الآتي اليوم بكم يعني بارتي يعني تتعدل وتفشخ ما تعرف لا تحاتي لحظة برسلك لوكيشن فاضية. الموقف الآتي
الباب وتسوي بس كيف نزلت كيف نزلت لفة على المكان هذا واقع مش انيميشن الموضوع كالآتي اليوم ويكند يعني بارتي يعني تتعدل وتكشخ ما تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة الفراشات. والحين هذه صديقتي سدد. والحين بسلامة شو فاضي 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 تصور يعني صورت واخري سجل صوت الموضوع كالآتي اليوم ويكند يعني بار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة الجميلات فرشات الدابة. هذه قناتي اللي تصور معي الموضوع كالآتي اليوم ويكند كيف أسمع أبغى شكل بابا حتى شكل بابا دقيقة دقيقة شيء وخلاص الله يعني تتعدل وتكشخ ما تعرف لا شوفوا ودي صور لك شوفوا فاضية تبي خليتك دودو وصور لك عالي ودي صور لك خربوا على أغربوا عليها العيال خربوا على الأدن صور شو خربوا ما عليك ما بصور لا ما تبي تنزلينا ما تبي تنزلينا كده تصورني وصورها ما صورك قولي والله ما تصورني ايش رايكم بالنخله ترى لعلمكم اللي شفنا ابوي خبير يعني بالنباتات عشان كذا قال لم جدتي شو اسمه لم جدي يجيب هذه يعني يقولون قال لهم يجيبوا اشياء زي شيء زي كذا يغطي على النخله ذي يعني الحين اسمع كلام ابوي حط غطه حطوا نباتات بس شوفوا الورود تطيح طفش الله في هذا الواقع مش انيميشن هذيك فاضية بعد تصور ليش اقول لكم لحظة كم مرة قلت لكم ما فاضية تصور ما ادري هم العيال يلعبون اي صح تكون علشان امي اللي تعبانه تقول لك اشتراك تكون وفعلوا جرس الانتباه اللي تبعد عشان يصلكم كل جديد